سؤال رقم 26، عندنا ملف حس معامل حاسه الذاتي 2 هنري متوصل على التوالي مع مقاومة. يبقى أنا عندي هنا ملف 2 هنري متوصل مع مقاومة 1950 أوم، ومصدر تيار متردد، عندنا مصدر للتيار المتردد التردد بتاعه 500 على البول، فكانت زاوية الطور بين التيار والجهد الكلي 45. تمام، يبقى احنا عندنا السيتا بتساوي 45. المطلوب عايز المقاومة الأومية للملف. أمال ايه المقاومة دي؟ دي مقاومة في الدايرة، لكن هو عايز مقاومة الملف ده، يبقى الملف ده ليه كمان مقاومة عايز يعرفها. طيب تمام، احنا دلوقتي أول حاجة هنجيبها هنجيب الإكس إل. الإكس إل يبقى احنا كده هنقول الإكس إل بتساوي 2 والباي أهي، والاف 500 على الباي في ال اللي هي 2، الباي مع الباي 2 في 500 ب 1000 في 2 ب 2000 اوم. تمام، عندنا تان سيتا بتساوي اكس ال على ار. انهي ار بقى؟ ار اللي في الدايره زائد ار ملف، ما طلع الملف له ده اللي هي مقاومه، وفي مقاومه هنا كمان، يبقى الاكس ال على الارات اللي هي الار اللي هي 1950 زائد الار ملف. طيب تان سيتا، السيتا ب 45، تان 45 بواحد. طب تعالى نعوض الاكس ال، احنا عارفين انها ب 2000، هنا ناقص صفر 2000، الاكس ال ب 2000 ماشي، والار اللي في الدايره 1000 او خليها دلوقتي ار زائد ار ملف هتساوي 1. نضرب طرفين فاصلتين، يبقى الار اللي في الدايره زائد ار ملف هيساوي 2000، يبقى الار ملف لوحدها هتساوي الـ2000، بس نشيل منهم ار اللي في الدايرة اللي هي 1950، هيطلع الناتج 50 أوم. يبقى المقاومة المطلوبة هتبقى الاختيار رقم د 50 أوم.